أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام. إذا السلطنة مثل ما تابعنا في هذا التقرير غنية كثير من التفاصيل التاريخية التي تحتاج أيضا إلى كثير من الدراسة والتمحيص لاكتشاف هذا الإرث التاريخي العظيم لهذه البلد. في حديث ليس بعيدا عن التاريخ بل هو في صلب التاريخ بعينه سنتكلم إن شاء الله عن أهمية المصنفات الفقهية في كتابة التاريخ العماني بصفة عامة والتاريخ الاجتماعي بصفة خاصة، وسنأخذ إن شاء الله بيان الشرع نموذجا هذا المصنف الذي يقع في 72 جزءا وهو للشيخ العلامة محمد بن إبراهيم الكندي المتوفى سنة 508 للهجرة. سنتحدث في هذا الجانب مع ضيفتنا التي هي أيضا حاصل على الدكتوراه في هذا الموضوع بالتحديد، دراستها كانت المجتمع العماني في القرنين الرابع والخامس الهجريين من خلال بعض مسائل بيان الشرع للشيخ محمد الكندي. نرحب بضيفتنا الدكتورة أحلام بنت حمود الجهورية باحثة في التاريخ العماني. أهلا ومرحبا بك دكتورة أحلام. أهلا بكم. أهلا بك. والحديث ربما عن المصنفات حديث كبير، حديث علمي مفصل كثيرا، سنحاول إن شاء الله من خلال هذه الدقائق أن نضع هكذا بعض الإضاءات على هذا الجانب المهم والمهم بالتحديد. لكن في البداية مفهوم المصنفات دكتورة. بداية أشكركم على الاستضافة للإضاءة على موضوع مهم من تاريخ العماني. المصنفات الفقهية يعني حديث كبير جدا. بداية كلمة مصنف هي على وجه العموم يعني المؤلفات، وفي اصطلاح المحدثين هي الكتب التي ألفت على أبواب الفقه، وهي كثيرة. الإنتاج الفقهي العماني غزير جدا خصوصا في القرون الستة الهجرية الأولى، يعني لدينا الكثير من النماذج لعل أشهرها وأغزرها بيان لذلك هو نموذجا بالنسبة لدراستك. نعم. أيضا بالتحديد. هل متعلق يعني مرتبطة المصنفات فقط بأبواب الفقه؟ هي بصفة عامة هي كتب فقهية هي كتب فقهية مصنفة على أبواب الفقه اللي يعرفها القارئ يعني المتخصص، الصلاة، الزكاة، الصوم، لكن الجديد كيف يستخدمها الباحث في التاريخ. نعم. هنا الجديد في هذه الدراسة، كيف نستخلص جوانب من التاريخ العماني من خلال مصدر غير تاريخي. نعم. طيب قبل أن ندخل أيضا في ربما أغوار هذه الدراسة وهذا المصنف التاريخي الكبير الذي يعد مرجعا في التاريخ العماني وأيضا المصادر الفقهية، ما هي أهم المصنفات الفقهية العمانية إلى جانب بيان الشرع الموجودة لدينا في التاريخ؟ طبعا إلى جانب بيان الشرع كتاب الضياء للعوتبي في 24 جزء، أيضا يعتبر موسوعة، العوتبي من علماء القرن الخامس الهجري. أيضا من نفس الأسرة، أسرة الشيخ محمد بن إبراهيم الكندي، لدينا كتاب المصنف لابن عمي الشيخ أحمد بن عبد الله الكندي أيضا في 42 جزء. من نفس الأسرة أيضا للشيخ محمد بن موسى الكندي كتاب الكفاية، يعني الأمر المحزن أن هذا الكتاب مفقود، هو في 52 جزء لكن يوجد جزء واحد فقط من هذه الموسوعة. نعم. بالإضافة إلى الكثير من المصنفات كتب ابن بركة، يعني أسرة تخصص مصنفات ما شاء الله. طيب يعني قد يتساءل سائل، كان من الممكن أن يتم دراسة المجتمع العماني من خلال أيضا مصادر أخرى، فلماذا من مصدر أو من مصنف فقهي بهذا الحجم؟ يعني طبعا الأسباب كثيرة والمسوغات التي يعني دفعتني إلى هذا الجانب، هنالك لن أقول ندرة في المصادر التاريخية ولكن قلة المصادر التاريخية في الفترة التي أنا قمت بتحديدها. من المعروف أنه أغلب المصادر التاريخية أرخت للأحداث السياسية وأغلبها تاريخ سياسي اقتصادي أيضا، لكن الجوانب الاجتماعية لم توجد بشكل كبير، سواء كتب في كتب التاريخ لم توجد، فما بالك في الكتب الأخرى. لذلك المصنفات الفقهية وجدت فيها هذه الميزة. اخترت بيان الشارع لمجموعة من الأسباب أيضا، السبب لعل يعني أهمها غزارة هذا الكتاب بالمسائل والفتاوى الفقهية في جوانب مختلفة، الجوانب السياسية، الاقتصادية والاجتماعية اللي هو موضوع أطروحتي، بالإضافة إلى معاصرة مؤلف الكتاب محمد بن إبراهيم الكندي للكثير من الفتاوى التي أوردها في كتابي، وأيضا
استند إلى مصادر أنا أحصيتها في رسالتي تقريبا 200 مصدر في هذا الكتاب، فهنالك تنوع كمي ونوعي في المادة التاريخية الموجودة في كتاب بيان الشرع. نعم، يعني نفهم دكتورة أنه من خلال بحثك يعني كنت تبحثين عن يعني حالة التي يعيشها المجتمع في ذلك الوقت من خلال المسائل الفقهية التي يتطرق لها الشيخ في كتابه. نعم، أنا اعتبرت أنه الفتوى أو المسألة الفقهية بمثابة وثيقة تاريخية، خصوصا إذا يعني تناولت أو احتوت على عناصر رئيسية كالمكان، الزمان، الموضوع، وهذا يستطيع الباحث بعد طبعا دراسة وتحليل هذه الفتوى أن يصل إليها. من المهم أن نصل إلى مكان الفتوى، الفترة التاريخية، موضوعها، حتى أستطيع أنا أن أستخرج مواضيع اجتماعية تعطيني صورة ولو يعني شبه متكاملة عن المجتمع العماني في تلك الفترة الزمنية. طيب ما الذي خرجت به الدكتورة أحلام من خلال مطالعة، نتحدث تقريبا عن 72 جزء أو نقول 71 جزء مع الفهرس هو 72، ما الذي خرجت به من خلال يعني الحياة الاجتماعية المجتمع العماني في هذه الفترة، القرنين الرابع والخامس الهجريين، بناء على المطالعة في هذا المصنف الكبير؟ يعني حاولت، يعني خرجت الأطروحة في نهاية المطاف بصورة للمجتمع العماني في القرنين الرابع والخامس الهجريين من خلال يعني فئات المجتمع في تلك الفترة الزمنية، أيضا الأسرة والمجتمع، المرأة، وضعها الاجتماعي، دورها الاقتصادي، مكانتها العلمية، بالإضافة إلى المنظومة الأخلاقية، النزاعات داخل المجتمع، خصوصا في تلك الفترة المجتمع العماني كان مجتمع زراعي، وبالتالي النزاعات التي كانت تحدث أغلبها دارت حول الثروة الحيوانية، المياه، الممتلكات. أيضا من أهم النتائج التي خرجت بها صورة التكافل الاجتماعي، يعني المجتمع العماني الآن يضرب به المثل في الأخلاق وفي القيم. هذه الصورة، هل وجدت لذلك أثر في ذلك التاريخ؟ بالطبع، يعني صور التكافل الاجتماعي كانت موجهة تجاه الأفراد، سواء الأيتام، الفقراء، المساكين، الغائبين، المسافرين. هناك نماذج معينة كنت تكلم عنها؟ يعني مثلا هنالك تتحدث المسائل عن وصايا، عن أوقاف خصصت مثلا للمسافرين، تزويدهم بالماء على الطرق، أيضا للمرافق العامة في المجتمع، سواء كانت الطرق، الأفلاج، المساجد، كلها توضح يعني التكافل الاجتماعي لخدمة هذه المرافق. هذه الصورة لا يمكن أن تستخرجها من كتاب آخر غير الفتاوى أو المصنفات الفقهية، لأن الفتوى تعبر عن حالة المجتمع في تلك الفترة الزمنية، وتعبر ربما عن حادثة واقعة فعلا. بالطبع، حادثة لذلك الشخص الذي يسأل عن هذه المسألة بالتحديد. طيب بما نتكلم عن ربما المجتمع العماني في ذلك القرن، ربما نأخذ بعض العناصر التي تربط المجتمع عادة. تكلمنا عن موضوع ما يتعلق بالمجتمع، الأسرة والمرأة، يعني كيف وجدتيها؟ أنا بأمانة يعني دائما الرجل العماني يقدر المرأة، هذه الصورة الجميلة للرجل العماني كانت حاضرة في تلك الفترة الزمنية، وهذه القيم تتوارث وهي عبارة عن تراكمات يعني عبر فترة زمنية طويلة، وجدتها حاضرة من خلال عقود الزواج التي تثبت أن المرأة كانت لها قيمة اجتماعية، المهر المقدم لها، يعني الخدمة التي تقدم لها، كان لها من يعينها على إدارة بيتها، أيضا دورها الاقتصادي، المرأة كانت تعمل من البيت وتوفر عائل لأسرتها، لو لم يكن يعني صحيح أنه لم يظهر بصورة كبيرة، ولكن على الأقل هي قادرة على أن توفر عائد مادي للأسرة من خلال عملها في النسيج، الفتاوى تذكر ذلك، أيضا عملها في الغزل، عملها في الطبخ، فهذه كلها أوضحتها الفتاوى، بالإضافة إلى مكانتها
علمية. هذا فيما يخص الأسرة والمرأة في المجتمع العماني في تلك الفترة الزمنية. ممتاز. هل وجدتي ما يدل أيضا على الاهتمام بالمنظومة الأخلاقية وكيف يتم التعامل مع بعض المسائل التي تحدث في المجتمع قراءة للمسائل الموجودة في بيان الشرع؟ طبعا أنا عالجت المجتمع العماني، تحدثت عن المنظومة الأخلاقية في هذا المجتمع، العدالة الاجتماعية الموجودة، ليس فقط ركزت على الجانب الجميل في المجتمع، الجانب السلبي موجود في كل مجتمع، نحن لسنا في مجتمع الفضيلة يعني. فأيضا عالجت بعض السلبيات اللي موجودة، سواء كانت السرقة، القتل، هذه حاضرة في كل مجتمع وفي كل زمان ومكان، وهي أيضا ما حملته الفتاوى من خلال بعض الأحداث والوقائع التي وشت بها الفتاوى وقدمتها لنا. طيب ما يتعلق بالنزاعات والخلافات التي قد تحدث في المجتمع، أكيد رصدت هذا الجانب أيضا، كيف يتم التعامل معها؟ رصدت مجموعة من النزاعات خصوصا حول الأفلاج. أنا قلت سابقا أنه المجتمع العماني مجتمع زراعي في المقام الأول في تلك الفترة الزمنية، وأيضا هو يعني اقتصاديا كان مستوى مرتفع جدا، فالجانب الزراعي وثقت الفتاوى مجموعة من النزاعات حول الأفلاج، وتدخل الفقهاء لفض النزاع بين أفراد المجتمع. مثلا هنالك ثبت لفلج نيم كما يذكره الكندي، كيف تم تقسيم هذا الفلج وفض النزاعات الدائرة حول تقسيم المياه. نحن نعرف أن الفلج مؤسسة اجتماعية اقتصادية بصفة عامة. أيضا وثقت نزاعات الممتلكات، سواء كانت ممتلكات المزارع، المنازل، الرموم، كل هذه كان في نزاعات من الأفراد حولها. أيضا هنا يعني توضح لنا الفتاوى حركة المجتمع، نشاط المجتمع، ديناميكيته في تلك الفترة الزمنية، وهذا ما تحمله الفتاوى على وجه الخصوص. نعم، أكيد أنه من خلال دراستك أيضا تعرضت لما يتعلق ب لباس المجتمع، عاداته وتقاليده، مناسباته الاجتماعية، الاحتفالات، إلى أي مدى هناك تقارب لما هو موجود لدينا الآن؟ ذكرت سابقا أن المجتمع والعلاقات الاجتماعية والعادات والتقاليد هذه تأخذ كلها فترة زمنية، يعني العادة تحتاج إلى فترة زمنية حتى تثبت. الفتاوى أوضحت ما الآن موجود من عادات وتقاليد في المجتمع لها شيء من في الماضي. فهنالك الاحتفالات، احتفالاتهم طبعا بالأعياد، عيد الفطر وعيد الأضحى، أيضا المناسبات الاجتماعية رصدت احتفالهم عندما يختم الفرد أو الصبي أو الطفل القرآن الكريم، التأمينة هذه رصدتها الفتاوى، أيضا احتفالهم بالمولود الجديد العقيقة. فهنالك مناسبات اجتماعية ومناسبات دينية، احتفالات عامة، أيضا تذكر الفتاوى ذهاب المرأة في الأعياد، يعني هذا من ضمن الأشياء التي توضح لنا مكانة المرأة. المرأة لم تكن يعني في مكان مغلق، بالعكس تشارك في احتفالات وحركة المجتمع في تلك الفترة الزمنية. لعلنا نتساءل عن الخلاصة التي خرجت بها الدكتورة أحلام من خلال هذه الدراسة لهذا المصنف الفقهي الذي يعد أحد أبرز المصنفات الفقهية التاريخية في السلطنة. ما الذي خرجت به كخلاصة من هذه الدراسة والاطلاع على هذا المصنف؟ يعني أنا خرجت بمجموعة وجملة من النتائج، لعل أبرزها التأكيد على أهمية المصنفات الفقهية في دراسة التاريخ العماني بصفة عامة والتاريخ الاجتماعي على وجه الخصوص. أيضا أكدت على الأهمية التاريخية والحضارية التي يعني يحوزها ويحتلها كتاب بيان الشرع من بين المصنفات الفقهية العمانية على وجه العموم. أيضا أوضحت صورة المجتمع العماني في بعض جوانبه، لن أقول كل الجوانب، ولكن في بعض الجوانب نستطيع أن نتخيل واقع ذلك المجتمع في تلك الفترة الزمنية من خلال الفتاوى. وفي النهاية يعني خرجت أيضا الأطروحة بمجموعة من التوصيات التي أراها كباحثة على درجة عالية من الأهمية، لعل أبرزها توجيه البحث العلمي نحو كتب التراث العماني المخطوطة يعني التي لم تجد طريقها إلى المكتبة العمانية. كثير من الكتب لازالت مخطوطة ولم
تطبع. يعني أنت ترين دكتورة أنه مثل هذه المصادر التاريخية مثل هذه المصنفات محتاجة أيضا لمزيد من البحث؟ أكيد محتاجة بشكل كبير جدا، محتاجين خطة وطنية لتوجيه الباحثين نحو دراسة موضوعات معينة لم تطرق حتى الآن، لأن التاريخ العماني كما سمعتها من أستاذي رحمة الله عليه دكتور بوعلام أو كما ينطق بالجزائري بوعلام، التاريخ العماني لا زال بكرا لم يبحث بشكل، يعني على ضخامة هذا التاريخ لا زلنا نحتاج إلى خطة وطنية لنطرق الكثير من الجوانب فيه. طيب دكتور أحلام، مثل هذه الدراسات مهمة ومهمة جدا، أنت وزملائك أكيد مهتمين بالجانب التاريخي، تقومون بها في كافة، سواء كانت يعني رسائل دراسة أكاديمية أو حتى ضمن مساراتكم الأكاديمية والبحثية في مؤسساتكم، كيف تستفيد الأجيال؟ لأنه كثير من الناس يقول أنه هذه الدراسة نعم سارت وفق مسار معين، بعد ذلك تحفظ في الأدراج، لا تظهر ربما للناشئة، لا تظهر حتى في الإعلام، ربما هناك إضاءات بسيطة عليها بعد ذلك تنسى. كيف تستفيد الأمم والشعوب من هذه الدراسات والبحوث لربما الاستفادة منها كواقع عملي في حياتهم؟ يعني من ضمن أهم الأشياء التي فكرت فيها عندما طرقت هذا الجانب أن نحيي علماءنا، يعني لدينا جمع غفير من العلماء في مجالات عدة. عندما أنا أقدم هذه الأطروحة عن كتاب بيان الشرع، أنا أقدم الشيخ الفقيه محمد بن إبراهيم الكندي كنموذج يحتذى به للأجيال القادمة، أن تكون هذه الدراسة في المكتبة ويطلع عليها غيري من الباحثين، هذه يمكن تولد لديه شغف لطرق جانب وتفتح آخر أبواب، وتفتح أبواب وآفاق للباحثين وللناشئة. نعم، شكرا جزيلا لك دكتورة أحلام بنت حمود الجهورية، باحثة في التاريخ العماني، شكرا لك على هذا الحديث حول المصنفات الفقهية في كتابة التاريخ العماني، وأخذنا نموذجا هو بيان الشرع للشيخ العلامة محمد بن إبراهيم الكندي. شكرا جزيلا. الشكر الجزيل لكم. شكرا.